كيف يستطيع الإنسان أن يقاوم الجاذبية الأرضية ويظل معلقا في الهواء والله لم يخلقه بأجنحة؟ يبدو الأمر مستحيلا، إلا إنها أمرت أن تفعل ذلك، وكانت حزينة كأنها لم تسكت عن البكاء إلا بوجهها، وبقيت روحها تبكي في داخلها. وخلف نافذة الليل قلوب تعيش على أنصاف الممكن وتحلم بالكثير من المحال. اللقاء والرحيل كلمتان متساويتان بعدد الأحرف، كلاهما يحدث ضجة في نفوسنا بنفس الحجم ولكن باتجاهين مختلفين. اللقاء مفرح حد الرحيل، والرحيل مؤلم حد اللقاء. والقلب الذي ذاق حلاوة اللقاء لم ينجو من مرارة الرحيل، وبين هذا وذاك أحلام وقلوب ممزقة. لا تركع متوسلا لمن أراد المغادرة، ففي قانوني من رحل قد مات، وصلاة الميت لا ركوع فيها. ليس دائما الطيور على أشكالها تقع، فالحياة أوقعتنا على غير أشكالنا وأجبرتنا على الكثير من الوجوه التي لا تشبهنا أبدا. لا نحتاج أن نكون عظماء دوما، فالبساطة أحيانا تلفت القلوب قبل أن تلفت الانتباه. كن بسيطا تكون أجمل. الحياة مجرد كتاب، غير أننا مجبرين أن نعيش صفحاته بالترتيب. لا يمكننا اختيار الصفحة التي نريدها. وعلى نهر الحب زحام شديد، الكل يريد أن يرتوي ولكن الكل يغرق. لا تقف على أعتاب قلوبهم تنتظر منهم بقايا مشاعر باردة، فأنت لست متسولا وهم ليسوا أولياء. فالكرامة لا يجوز أن يسقط عنها رداء الكبرياء، إنها واحدة من أشد المراحل تعبا، المرحلة التي تكتشف فيها بأنك وحيد أكثر من أي وقت مضى، وأنك بكل حزنك لا تعني للعالم شيئا. لا شيء أحق بالانتباه أكثر من ذلك الحدث الذي يأتينا في غفلة، فليس هناك فائدة من إرسال رسائل إلى هاتف شخص ميت. صمت رهيب يعتدي على روحي كلما حاولت إظهار أمرا ما للآخرين، تحولت الألفاظ في فمي إلى سكوت عميق. لا أتجرأ ولا أفهم كيف يكون شكل أنصاف الأشياء. أنا شخص يحضر بكامل وهجه واندفاعه أو يغيب إلى الأبد. أتمنى أن تشفى الروح في سلبية الأفكار التي غالبا ما تدور حول معارك الماضي وحسراته المؤلمة. أتمنى أن يرتاح القلب، ذاك الذي ينتشي جراحاته القديمة من جديد كلما أوشك على الشفاء. أتمنى أن يحل السلام والنور والبهجة على الحرب التي بداخلنا.